ومرحبا بكم متابعي برنامج الايادي الطعمه، وان شاء الله الليل اليوم يكون كان بارك عليكم ورمضان كريم وكل اوقاتكم يا رب العالمين تكون سعيده. اليوم عيد طعمه جديده بطعم مختلف ونكهه مختلفه ونفس مختلف وريحه مختلفه. ضيفتنا العزيزه لليوم اللي حندخلها زي ما بقول في اختبار صغير ونشوف السيدات المشهورات كيف يكونوا في المطبخ وكيف بيكون اياديهم طعمه. ضيفتنا لليوم الاستاذه عزه محمود، برحب بك كثير منورانا ورمضان كريم عليك. مرحبا بكم وكريم عليكم ولكل الشعب السوداني، كل سنه طيبين ورمضان كريم عليكم. كيف مع المطبخ؟ والله يعني غايته، يعني من الناس اللي بيقولوا ايدهم طعمه ولا والله غايته قاعد يقولوا ايدي طعمه كده، نشوف اللي انتوا هتقولوا شنو. طيب رايك شنو في اللي بيقول لك ايدك طعمه ونفسك حلو والعبارات زي دي بتسمعها كثير؟ بسمعها كثير وحقيقه بالمناسبه يعني كل واحده بكون عندها طعم مختلف، يعني حتى انا في البيت يعني حماتي عندها طعم، سبكي عندها طعم، ومي عندها طعم، بحس بانه كله طعم مختلف. بتعرفوا اكل بعض؟ انا بعرف غايته. جميل. وهنا كمان بنحيي زوجك اللي هو برضه بيكون اكيد تعبان معاك وضحيه في الحته بتاعت المطبخ دي، الاستاذ مخرجنا الكبير ابو بكر الشيخ، بنقدم له تحيه، بنقدم تحيه لاولادك الجميلين كمان، نقول لهم رمضان كريم. عزه محمود والايادي الطعمه، حتعمل لنا شو الليله؟ انا اللي هعمل لكم طبق بتاع دمعه بالفراخ، بس دور الفراخ يعني عشان نقلل النسبه بتاعت الزيت وكده ما تكون كثيره يعني. بالقراصة، يا سلام. أعمل لكم شيبس وأعمل لكم مادية حلبة، تغيير برضو فيها. أيوة يلا. الشيبس اللي احنا يعني تحديدا بحب يكون في كل الوجبات لأنه ما كل الناس بتاكل دهيمة، لكن هو كل الأعمار بتحبه يعني، بتاعت الأطفال. أيوة تمام. احنا حنمشي على المطبخ مع عزة محمود والإيد الطعمة لليوم. انتظرونا بعد الفاصل، متواصلين معكم، ما تمشوا بعيد. ورجعنا لكم ومن مطبخ الليلة الإيد الطعمة عزة محمود، وحتعمل لنا دمعة دجاج ومعها قراصة وشيبس عشان بيحبوا أطفالنا كمان الحلوين، ومديدة حلبة كنوع من التغيير وكمان حاجة مغذية. حنبدأ بشنو؟ والمكونات والحاجة شنو؟ طيب احنا حنبدأ بالدمعة. نعم. المكونات فراخ، بصل، ملح، مجموعة من البهار، صلصة، زيت، وممكن نحط الشيبس عشان ما ياخذ لنا زمن. نحط الشيبس من اللي خلاص. أيوة. انا بحط لك الشيبس دي حله مناسبه للدمعه ولا مناسبه؟ كلمينا شويه عن عزه محمود برا المطبخ. والله انا زوله عاديه، عرفتي يعني بتحبي تطبخ شنو؟ طيب من الاكلات الاكثر حاجه نقول بتحبيها انت في الاول تطبخيها وبيحبوها ناس البيت، استاذه ابو بكر والعيال؟ هم بيحبوا الفراخ جدا بالمناسبه، اي حاجه يعني عملنا من الفراخ عندهم حلوه جدا. بالدجاج اكثر حاجه. ايوه. استاذ ابو بكر ولا الشباب الصغار؟ لا حتى العيال وحتى ابوهم. تمام. في الفراخ غير الدمعة؟ يلا في الصينية بتاعت فراخ. حتى انا الدمعة ما بعملها سائلة شديد، يعني بعملها مضبوطة كده على السنة، تتأكل بالعيش وبالقراصة. في ناس طبعا ما بياكل قراصة يعني. ايوه شايفاك عجنتي ذات العجين بدري. انا عجنته عشان اخمر لكم لحد ما قرب يدفق يعني. العجين بالموية والخميرة ومعلقة سكر إذا عايزاه يخمر سريع يعني.
ان السكر والنبي لما تفاعل حلو مع الخميره هي بحفزها كده يعني. يلا احنا طبعا في طماطم الفراخ ما بنحط الفراخ مع البصل زي اللحمه يعني، بنحط البصل اول بعد ما يستوي حتى ما ياخد على الفراخ، لان الفراخ ما عاوزناها شديده. اللحمه طبعا بتاخد وقت طويل. جميل. يلا انا حطيت كبيت البصل ومعاه زيت على اساس انه احمره يعني شويه كده. تمام. في رمضان ده كيف الشغل؟ في نشرة نسوان ما شاء الله شايفاها برضه شغالة. أيوة. في رمضان ده موسم ثاني. الفرق شنو بين نشرة نسوان اللي فاتت وهسي؟ والله يعني المواضيع يعني طرحت المرة دي مواضيع جديدة شوية ما زي المرة اللي فاتت. وأكيد أي عمل لما يجي ينجزوا ثاني أو تشتغلين مرة ثانية بيكون مختلف يعني، أكيد حتكوني ضفتي فيه حاجات. نعم. وضفنا فيه ممثلات جداد في بالاضافه للقدام لانه الناس تعودت عليهم في رمضان. أيوة. وحبتهم يعني شديد. في اضافه وصراحه نورونا شديد يعني، اضافوا لنا وغيرنا المفراكه لمكشاشه في الشعر يعني بتاع. أيوة. النسوان. ايوه تمام. وانت اللي بتقدمي النشره برضه ولا انا اساسا النشره بنقدمها انا وانتصار محجوب ومفاز. ما اخذ نفسي الزول في النشرة ذاتها. عايزة على منك يعني ناس شغالين معاك. اي فدخلنا ناس يعني ثاني زيادة. فبقيت فيها نشرات ثانية جوا الحلقات عشان طبعا الناس بيكونوا شاهدوا كم حلقة منها وعرفوا الحاصل شنو يعني. في اكلات جوا النشرة؟ لا. ما ممكن تدخلوا بعد كده تحصلوا لنا كده مناسبة العيال. دي فكرة فكرة. دي فكرة اديناك فكرة جديدة يلا. اديتونا فكرة. تمام. يلا البصلة حنقوم نديها لحد ما كده. أيوة تموت يعني. ولا انت بتحمريها شديد لحد لا انا بحمرها عشان الرشة يبقى ذهبي كده بعدين بتدي طعم يعني. لانه في ناس تدبل بس كده وبعد ذاك. أيوة. بيعملوها. في ناس اساسا بيقوموا يكبوا معاه المويه شويه كده بخلوها تنقل بدون تحميرها. طبعا هي صحيح. أيوة. حسب يعني. أيوة. انت من الناس اللي بتحمريها يعني. أيوة. معناها الدمعه بتاعتك شويه بتكون حمراء ما زي بتكون. ايوه بعدين بتكون فيها نكهه كده يعني التحمير دي حلوه. والبصله طازجه شايفه يعني ما عملتي بصله من الناشفه ولا اللي بيحمروها قبل رمضان ولا كده. أيوة. بتفضلي؟ انا بفضل الجاهزه يعني احسن. نعم. طازجه اللي انت بتقطعيها دي حلوه. حتى طعمها بيكون مختلف. بيكون طبعا انا طازه طبعا حاجه. أيوة. طازه تكون دائما مختلفه. أيوة. واجمل. طيب بحكم شغلكم انتم كمان بيكونوا شغالين سوا انت واستاذ ابو بكر الشيخ يعني. في نفس اذا كان دراما مسلسل او اذا كان يا هو نشره نسوان شيلوا اكلكم معاكم تمشوا تتسرقوا تمشوا تاكلوا في البيت وتجوا راجعين. استاذ ابو بكر بيحب الاكل برا ولا بيحبه في البيت بحكم الشغل؟ والله بجد يعني بكري بحب الاكل في البيت. حتى بقول لي شنو ما عارفه غاتو كسرت لي ده ولا حقيقه يعني. فبقول لي الاكل اللي انت عاملاه في البيت بيكون طعمه احلى من برا يعني. الاكل برا. ايوه. بيكون بيشيلوا معاكم زي مؤونه كده تساعدكم للمزاد ولا بتكوني خلاص منتهيه غالبا؟ لا لا ما في طريقه. ما في طريقه. طب العيال طبعا بيفتقدوا في الايام الزنقه دي يعني كلنا مجربينها. اي والله. اي والله للايد الطعمه بتاعتك طبعا. اي والله. لكن يعني الحمد لله البيوت السكن الممتده حلو يعني. يعني انا هسه قاعده مع نسبتي فما قاعده اشيل هم صراحه لانه اخلي اولادي وراي. نعم. شايفه قلتي طبيخ حماتي بقيتي تعرفيهم. اي لا والله عندي حماتي بمناسبه اسمها هبه وانا بحنيها من هنا يعني. نحن بنحياها كمان. طبيخها حلو جدا. تمام. ايوه للمعنى. يعني هبه حتواصل لك رمضان ده. ايوه. مع الشباب الصغار. اي والله ما قعدت تقصر معي. ما بقول لك يا ماما مثلا عمته هبه عملت كده. انا عايزاك تعمل لي كده زي كده يعني العيال. انا طبعا اولادي شنو يعني بكاشين مشوا فيهم. يعني اي يعني عنده بيحبوا غريبه سبحان الله بيحبوا الاكل حق مرت عمهم اسمها منى. نعم. بيحبوه شديد يعني يقول لي يا ماما يا والله منى دي بتعمل اكل حلو خلاص مع انه ممكن نفس الاكل انا عملته لكن بس مزاج نفس اي شيء مزاجهم مع منى خلاص تمام. احنا بنروح من حياه من رمضان كريم. الله يخليك. البهارات طيب اللي حتستعمليها؟ ايوه يلا احنا نستخدم الكزبره. هبهان بسيط، قرفة برضه بسيطة، نعم. فلفل، الفلفل ده طبعاً اختيار يعني في ناس بيكون ما بينفع معاهم بتعب معدتهم وكده يعني. لكن باقي البهارات دي كلها باردة، جوز الطيب برضه بيديه نكهة حلوة. إذا عاوزين نخوض كركم مرات بنخوضه يعني.
انا ما بحبزه في الدمعه لكن بحبزه في الفراخ لما اجي احمره او في الصينيه او كده، فبيديك نعم. صفار مع الحمار كده بيكون حاجه أو حلوه يعني. على الكبسه يعني اصلا. ايوه سيده هنا الكركم يعني. ايوه تمام. يلا البهارات كيف زاته؟ في ناس بيحبوا بهارات تكون طعمها ظاهر كده. أيوة. الفلفل الحار والكزبره زاته نكهتها، وفي ناس بيحبوا انا يعني صراحه بحبز انه البهارات تكون متوسطه. يعني هي الكتره غيرنا تتعب المعده ما بتعمل حاجه يعني، لكن لو احنا خدتنا معلقه معلقه بيكون فيها نكهه اصلا. شوف الزيت بتاع الشيبسي ده، لسه وانت كيف في المطبخ؟ انت كيف في المطبخ؟ والله جيد جدا. اقول بعد العياده طعمه بقيت ممتازه لانه هتطلع من هنا. ايوه اي اكله بمشي بطبيقها. طبعا انا طبعا تعلمت الطبيخ انا كبيره كده يعني بعد ما اتزوجتها يعني الحظ يغالش، لكن لقيت وسطى يعني. طبعا العياده طعمه اعترافات كلها كانت خطيره. في ناس لحد الان يعني نص نص في المطبخ، في طبعا في عياده طعمه شديد، لكن اي اكله جات في هنا في العياده طعمه كانت طعمه يعني. الله يسلمني الليله. طيب لا لا ما شاء الله يعني الجواب باين يعني من عنوانه. تمام كده شويه البصل احنا حنشنو؟ ناخد ادي لك العجين ده شويه بتاعت اوكي شوف كده لانه زي ما قلت لك انا عجنته اول عشان قلت يخمر يعني لانه هيقوم يدفق بعد كده. ايوه لما يفور كده معناه تمام يعني 100% العجينه تاني. كويس. حارة أظن كلهم لفت حق إنكم ده. لا أنا بشتغل بالشي عشان تمسكي بالشمال بس صوتي بريئني. الملعقة كويسة معاك ولا أديكي الكمشة تكون شوية بعيدة من السخانة؟ ممكن لكن كويسة معاهم في مشكلة. البصل جرب عشان من الريحه. لا لا طبعا الريحه احنا بس بنقول ما نأثر على المشاهدين، طبعا بيكونوا خلاص يعني زي الوقت ده بيكون الجوع حاصل. ايوه طبعا زي ما احنا طبعا. الزيت بتعمل كيف يعني؟ الناس بيحبوا في ناس ايوه الحله تكون وشها زيت وكده، وفي ناس ما بيحبوا الوش بتاعها. ايوه يلا خذ بالمناسبه يعني شنو كثرت الزيت دي صعبه شويه يعني اكيد احنا كسودانيين بنحب انه الوش لازم يكون الوش احمر والزيت وكده يعني، لكن كصحيا يعني الناس لو قلت بيكون احسن. جميل. عصيده والكسره والحاجات الثانيه دي كيف؟ والله تعرفي تعوزي؟ حاجه الراسه دي كويسه معاك دي اخري يعني دي اخري. العصيده ما بتعمليها ولا صعبه عليك؟ صراحه انا كان نفسي اعرفها يعني فمرة جربتها ظبطت مرة واحدة، الكلام ده قبل شهر كده تقريبا. طيب ايوه فحعملها يعني في رمضان ده ان شاء الله. ان شاء الله لسه باقي الايام كثيرة يعني. لا لا ان شاء الله ما دام ظبطت معاكي طبعا هي خلاص اول مرة دي، ولا الزول تشجع يتواصل ولا احبط خلاص؟ لا لا والله ما احبط طلعت حلوة يعني بجد. حركتي حلل وكده بدس؟ في ناس كده بيحرقوا بيدسوا بيجدعوا بدسوا كده. ضحكتي معناها خلاص ده اعتراف يا استاذ ابو بكر على الهواء. ده اعتراف صريح مش؟ اي يعني خلاص يعني كده عرفنا نحن. انا ما بطبخ طوالي في البيت لكن صراحه لو كنت بطبخ يومي يعني صراحه عادي ممكن اصلا مطاف يكون جنب الباب يعني بس الحله عادي يعني. طيب البنسيك الحله شنو؟ في ناس بينشغلوا بالونسه، انت قلتي طبعا بيوت ممتده وكده. أيوة الونسه. ايوه بالضبط شفت الونسه. ولا عشان ما متعوده على ولا ما متعوده دي برضه كنت عايزه اقول لك اكيد خجلت منها شوي. لا لا عندنا هنا الصراحه عندنا اهم شيء في العياده الطعمه. والله ده الشيبسي ده كيف جرب الزيت؟ والله انا شايفه لسه قلت لك انا لسه شويه بجيب خبره في العياده الطعمه. ايوه ازيد النار شويه تمام قربت لك عشان الزيت كتير الشيبس ده عمال يكون الزيت كتير بيكون بيكون بيطلع حلو. ايوه بيكون احسن. طيب هنخلي البصله لحد ما تحمر. أيوة. والزيت بتاع الشيبس يسخن. هنطلع بيكم فاصل ونجي نواصل معاكم الايادي الطعمه تابعونا.
ومع الايادي الطعمه وعزه محمود متواصلين، وزي ما قلت لكم هحط الشيبس في الزيت بعد سخن، والدمعه كده بقت تمام كبت أيوة. لها شويه مويه. اهلا بيك يا عزه، تسلمي. شايفاكي بقيتي خلاص يعني تعودت على مدخنة. لا تعودت والله حفظتها. بعدين نكهه الفلفل، الفلفليه تحديدا في الطبائخ بتكون حلوه برضه، اختياري يعني الناس اللي بيحبوها ولا اللي ما عايزينها. انت بتعمليها عاده في أيوة. اي حاجه، اي طبيخ ممكن يتحمل؟ والله اي طبيخ ممكن يتحمل. حلوه جميل. يلا هنكب بهاراتنا عادي، دي الكزبره. نعم، من النوع اللي انت البهارات دي حاجه حسب الوزن يعني. نعم تمام. ده جوز الطيب. جميل. هنا عندنا قرفه وفلفل هبهان، قبل قلنا الفلفل برضو اختياري على حسب الحاله الصحيه. أيوة. يعني ان شاء الله حنشوف الجزء الثاني الجانب الصحي للمكونات بتاعت اكلك ان شاء الله. ان شاء الله تمام. طيب في البيت برضو موضوع بتاع التمثيل ده كده بالشغال والله ما مرات الانسان كده عندهم بيستعملوا حتى الما بيمثلوا بيستعملوا الحكايه بتاعت التمثيل دي في بعض الاحيان. والله يعني غايته حبه حبه بس خلف الكواليس هنخط الفراخ بعد ده. نعم خلف الكواليس الشباب يعني كده عرفوا انه في افلام وفي تمثيليات وحاجات. ايوه ايوه عند النسوان، عشان كده ما قلت تكشفي لي القصص دي. لا لا في حاجات كثيره هتتكشف في المطبخ هنا بتاع العيادة طعمه. هنا ارتجلين حاجه كده هسه مع انا ذاتي يعني السؤال ارتجالي كده بعد ما قلنا التمثيل مع البصله والريحه حسب الموقف الهسي شغال سريع كده. طيب احنا طبعا في نشاط اسوان عندنا حاجه اسمها النسوه. النسوه ديل بيعملوا شنو؟ يعني بيعملوا الحاجات السالبه بصوره كوميديه يعني عرفتي؟ فهسه طبعا احنا شايفين يا مدي البنات الصغار الصغار ديل ما في واحد تقعد تاكل لها حاجه في الصينيه. فانا بقول لهم اسمعوا هنا. ما يكونش ولا كيف؟ ما عندكم مكشاش، احنا لغايه اليوم مكشاش يا مفرقة. مكشاش سريع. اسمعوا هنا وفتحوا عينكم. واقعدوا في الواطه دي، هسه عيبوا لي القراصه دي مالها ولا الكسره دي مالها، اليوم كله في الاندومي وشعيريه وحاجات خمس دقائق وبقينا ماشيين. بالله البنات ضعاف جنس ضعفه كان دي حنشيله، اقعدن في الواطه واكل القراصه دي. اي بتاعك بدل المكشاشه دي. تمام. يعني هي في شكل روشيتات. ايوه هي بتوصلها أيوة ورسائل اجتماعيه يعني. أيوة. لكن عشان توصل للناس. أيوة. جميل. ثاني في شنو؟ شفافين حاجات كثيره. احنا طبعا تكلمنا المره دي عن العريس يعني. طبعا الحلقات هسه شغال يعني لكن اهتمام ما تصاد فيها وكده يعني. فتكلمنا عن العريس عن الصالات عن البزخ عن الحاجات دي يعني قضايا كلها اجتماعيه حد عالجوها. أيوة. من خلال الدراما. أيوة. جميل. خلال الكوميديا بالذات. ايوه هي طبعا الكوميديا بتوصل اسرع يعني. طيب ارتجلي لنا حاجه ما حاجه اشتغلت. ما قصدك ارتجلت عليك؟ ده ما ارتجال، ده انت قلتي وفي مكشاشه معناها حاجه تتعملت تمثلت كده الايادي الطعمه داخلها علينا في سكتش يمكن يقوم يتحول لنص كوميدي يعني. طيب العجين اللي عايز يدفك ده كده اللي في لنا حاجه سريعه. ممكن تعملي لي بالمعنى ده تنفسي شويه. خلاص تمام. يلا وانت في الوقت ده ممكن تالفي لنا حاجه سريعه كده. ولا ما جربتي موضوع التاليف ده بس تمثيل؟ والله ممكن الف لكم ما في مشكله. سريع للعياده الطعمه. العياده الطعمه هنا اختبار طبيخ واختبار بتاع اي حاجه عشان كده تكونوا مستعده لاي حاجه. اي يا سكينه بل والله ما فاضيه لكم. الليله يا اختي انا مستضيفيني ناس العياده الطعمه عاد عندهم جنس مطبخ. واصلي واصلي واصلي. وثاني عندنا شنو؟ خلاص كده كفايه بس نشوف بعد خلاص. طب لا يعني جميل جدا بالمناسبه. لا لا جميل جميل كنت خلاص عمل لكم اعلان للبرنامج. جميل طوال السنه الجايه ربنا احيانا ان شاء الله. ثاني شو من القضايا يعني اللي بتعالج يعني القضايا الاجتماعيه قلنا البزخ في الافراح. في شنو من الحاجات السالبه وانتم بتجيبوها من وين الحاجات يعني؟ بتقعد بيكون في لجنه بيقعدوا مع المؤلف ولا بيجيكم النص جاهز ولا كل زول بيحكي عن تجربه معينه لقيته سلبيه عايز يعالجها؟ وطبعا المؤلف يعني له دور كبير. يعني ممكن تكون الفكره فكره مخرج او فكره كده لكن طبعا المؤلف لازم يضيف لها يعني. نعم.
فبكون في افكار يعني بدوها له وبعدين بيبدا فيها يعني. انتوا عندكم اضافات وكده؟ ايوه احنا اول اجتماع بيكون فيه انه اذا في زول عنده راي عنده فكره جديده كده يقولها يعني. حتى نعم. اول اجتماع بيكون فيه المخرج والمؤلف يعني كده. جميل. طيب عرفنا المطبخ بدات انتين بعد العرس زي ناس كثيرين. التمثيل بدات انتين؟ التمثيل عكسه تماما، بدات من انا صغيره يعني من المدرسه. كان عندي حب اني احاكي الحاجات، عرفتي اي برنامج في المدرسه يقولوا عاوزين زول يغني برفع يدي، يمثل برفع، كوره برفع، اي شيء. طيب ما غني لنا وانت بتصوتي في لا بس الغنى ده ما جربته والله. بتقلدي بس؟ بتقلدي كيف يعني؟ يعني او شخصيات؟ لا يعني مثلا مواقف. ايوه مثلا يعني زمان طبعا حتى الحاجة ده هسه في العيال يعني. مثلا اذا انت جيتي عزيزه عندك حركه بتتكلم كده وكده وكده، لو طلعتي ممكن عادي واجي اقول لها ماما انت صاحبتك اللي بتتكلم كده وبتعمل كده وكده يعني. عرفتي الحاجه دي بتخلي الزول بتنمي الموهبه في الزول يعني. جميل. ايوه في طرف بتلاقيه مسكين بس بيعاين بعيونه ده يعني ما بتحسي به. ما في. هسه انا عندي ولدين بيحبوا التمثيل، انا صرفنا ثلاث اولاد ماهر وأواب ومحمد. بنحييهم نحن كمان. يديك العافيه. فأواب ده ما بحب التمثيل نهائي، ما بحب التعب، بيقول لي يا اخي طلع هدومي واغير والمشهد ده وكذا، لا ما بقدر، لكن بحب الاعلان، يجي يجيب كذا اشتغل اعلان خمس دقائق ويمشي. ميدو عكسه. تقول له تمثيل ممكن شهر يكون مهذب، تقول له دقائق تمثيل. بتكافئه يعني من خلال في البيت. ايوه يعني فعشان كذا الصغير ده لسه ما عرفنا ميوله شنو غايته. تمام. يلا شايفه في روايح كمان، البهارات بدات تشتغل. أيوة وريحه الفلفليه جايه طالعه بارده كده مع الفراخ. الفراخ طبعا انا بستوي سريع، شايفه هسه كده خلاص جرب يعني. جرب استوي الصلصه. انت من الناس اللي بيكبها في الاخر؟ انا بكبها شويه كده بقوم. في ناس كده من الاول عشان في ناس في الاخر، زي حكايه البهارات برضه يعني. حتى هنا في العيادة الطعمه في ناس بيكبوا البهارات في الاول، في ناس بيحبوها في النهايه. يعني بيختلف على حسب يعني. انا بس التوم بحب اكبه في النهايه يعني. عندنا توم؟ اي عشان انضف لك النكهه. والله لو ما متعبه نطفي. انا طبعا هي متعبه لكن لازم انضف لك النكهه. النكهه بتكون جميله يعني، نكهه التوم عشان يعني يطلع الاكل طاعم يعني بجد. وصلت وين لحد هسه؟ هسه كبيت الصلصه. هجهز لك الصاج لقيته في سكتي. ايوه لحد ما تتسبك بتكون تمام. اخليها فاتحه كده الحله لحد لا حاغطيها هسي. تمام. كم تومه؟ يمكن ثلاثة أربعة، أربعة من الزبط. في ناس يعني بيحبوه كثير توم في الأكل، وفي ناس يعني بيحبوه بسيط، في ناس بدون توم. أيوه برضه هنشوف بعدين القيمة الغذائية للتوم يعني. الملح بالتقدير. ها؟ بالتقدير يعني. أصلا يعني كده السيدة السودانية بيشتغل بالتقدير. أيوه. تمام. كبيت الصلصة من وراي؟ أيوه كبيتها. قد شنو كده كانت الصلصه؟ يعني معلقتين كبار. ناس بيشتغلوا بالمقادير طبعا. ايوه معلقتين كبار يعني. انا بس يعني شو ما بحب الصلصه والزيت والحاجات تكون كثيره لمشاكل المعده ما كويسه يعني. خاصه في شهر رمضان ده الناس كلهم تقلل من الحاجات دي بتكون احسن. يعني الحرقان وكثير من الامراض. أيوة. برضه ممكن نستفسر يعني من ناس التغذيه المختصين. عملوا لك على طول الثوم ولا؟ لا شوية نخليه لسه؟ تمام. المهم هو جاهز يعني. يلا ممكن بعد ده برضه نحط الصاج. نخليه بعد ما عشان ياخد مساحة بعد ما يطلع جزء من الشيبس إن شاء الله. طيب الشباب في البيت عندك الأولاد برضه بيمثلوا مع بعض، بتلاقيهم بيتجي عليهم كده تلاقيهم قاعدين براهم بيمثلوا بيتدربوا؟ والله بيمثلوا طبعا
يعني التلفونات الحديثة دي ما خلت حاجة، فبتلقوهم اليوم كله بيعملوا ويقطعوا يمنتجنا وكده يعني. اها جميل. فرأيتوا عندهم الرغبة. عندهم الرغبة، وانتم ما عندكم الاعتراض يعني انه هم؟ انا والله صراحة ما عندي اعتراض يعني. ما عندي مشكلة يعني. لانه انا لو قمت قلت لها ما تمثل معناتها انا ذاتي ما يعني بعمل في ده ما صح توصل له رساله معناها انه ايوه، فانا بخليه حسب ميوله وحسب الحاجه هو عايزها يعني. جميل. واستاذه ابو بكر بحب الرسم يعني، قلت لك ما بحب التمثيل ده بحب الرسم. تمام. واستاذه ابو بكر رايك شنو في حكايه التمثيل للاولاد؟ طبعا هو بيقول تعب يعني. وجربي في نفسه. ايوه وجربي في نفسه وفيك انت. ايوه صح. تمام جميل. ما بتتدخلي معناها في ميولهم واتجاهاتهم؟ لا. طيب من ناحيه الاكل، القيمه الغذائيه وكده، بتعملي لهم برضو حساب في انه الاكل لازم يكون صحي؟ ايوه طبعا. وكده اكثر حاجه بيحبوها؟ هم اكثر حاجه بيحبوها الشيبس، وبيحبوا الفراخ. اي واحد بعد ذاك بيبقى عنده ده كده متفقين فيهم يعني. نعم. ثاني بيختلفوا، الصغير ده ما بيحب اللحم النهائي ولا بيدخل الخشن. الكبير عكسه. طيب تقدر توفق كيف وانت ما فاضي ترضي ده وترضي ده واستاذه ابو بكر كمان؟ اسكتي ساكت بس، حسيت ابو بكر عندي 4 اطفال. جميل. انا كلهم من حيهم. يلا استاذ ابو بكر اكثر حاجه بحبها شنو؟ بكر بحب الفراخ جدا بالمناسبه. برضه بحب اللحمه يعني. بحب يعني بيجيكم بس فراخ؟ ايوه بحب الفراخ وبحب اللحمه شديد يعني. بكري اولادي شايلين نفس الطبيعه، ما بحبوا الطبايخ كثير. يعني هسه بكري ما بحب الطبايخ يعني، ممكن لو لقى فراخ لقى طبق بتاع شيا شيش طاووق حياة زي دي خفيفه ما عنده مشكله. نفس القصه هم يعني. طيب الكسره وملح الكسره الخضره والسلت؟ اي بس ايوه الحاجات المفروكه دي بحبوها كلهم. كونه يحبوها دي حاجه. ايوه كونه انت بتجيديها دي لا بتجيدها والله. تمام. كنت بقول لك عملت لهم مفروك. كان عامل لهم مفروك، ما مشكله. في حلقات ثانيه اوي مفروك وفي سلج وفي حاجات ثانيه لسه ما جربنا نعملها، لكن حنعملها موعودين ان شاء الله. ان شاء الله. طيب لحد ما يخلصنا عشان نحط الصاج بتاع القراصه، نشوف كمان المرحله بتاعت القراصه كيف. نطلع فاصل ونجي نواصل. ايادي الطعمه ينتظرونا مع الايد الطعمه عزه محمود، ما تمشوا بعيد. رجعنا لكم مع الايادي الطعمه مع عزه محمود. الليله عملت لنا دمعه ريحتها فظيعه. افتح لكم الحله يا اخوان، شموا الريحه عشان نشموا الريحه. افتح يعني شكل الحله غايته ظاهر والريحه ظاهره. وفي عملت وش قالت تقول لي ما عملت وش؟ فعملت وش. انت من الناس اللي بيحبوا الوش معناها. ايوه فعملت وش، فهي خلاص خلصت الدمعه. حطينا الصاج شويه سخن، بعدها حنبدا بالقراصه. طيب هوايتي غير التمثيل والطبيخ، وانت بترمي في القراصه كده والله وقت مناسب للهوايه. انا هوايتي طبعا بحب الاذاعه جدا، زمان كان نفسي اكون مذيعه. كويس تمام. يلا هسه ممكن تذيعي لنا موضوع القراصه. موضوع القراصه ده جميل يعني. في ناس كمان بيعملوا العجينه لينه كده بيكبوها وزي اللي بيعوسوها. أيوة. يلا انت شويه قلتي عملوها عليكي جامده. ايوه دي يعني شنو؟ لما تكون خفيفه شويه كده صعبه يعني. صغيره شويه عشان صحننا. ايوه خليها بس كده مناسب الحجم. مناسب قدر صحنكم كده. خلاص قدر صحننا كده، ما صحن البشري كده اللي بتاعنا. اهلنا هناك في الجزيره في غرب السودان شمال السودان بيعملوا القراصه دي بالطوه. انت من ناس ياتوا من ناس الصاج ولا من ناس الطوى؟ انا والله زمان لما كنت عندها لي كنت من ناس الطوى، جيت هنا هدنا لي دايما الصاج. تمام. جربت كلهم يعني. احنا بنحيي كل الدناقل وكل القبائل السودانيه والناس الشماليه بالذات شمال السودان. ايوه هم طبعا بيستعملوا طبعا القراصه بياكلوها يعني كثير. أيوة. يعني الوسط والجهه الثانيه عندهم العصيده كمان، غرب السودان عندهم. أيوة. برضه العصيده كل ولاياتنا مع اختلاف يعني. ايوه مع اختلاف الطرق والمواد اللي بيستخدموها. طيب اذا تكلمنا عن الدراما السودانيه، هل ممكن نقدر نقول انها ماشيه في الطريق الصح ولا المشاكل اللي بنسمعها كثير دي؟ ايوه والله. رايك شنو انت؟ انا والله رايي حاجه واحده يعني، عرفتي احنا عندنا دراما.
يعني في ممثلين، في مخرجين، في منتجين، في مصورين، يعني كل الحاجات دي موجوده. احنا هنا في السودان بس بتنقصنا امكانيات يعني الانتاج طبعا. أيوة. دائما بيجي في فبيجى موسم، لكن هسه انا شايفه يعني من سنتين كده بيجى الانتاج كويس، الناس بقت تنتج براها بعدك يعني يعني ماشيين كويس يعني والله الحمد لله. غدو سنتين الاخيرات ده كويس يعني، لكن برضه انتاج يعني ما انتاج عام، لكن انتاج افراد يعني، لكن ماشيين كويس. الانتاج العام الواحد ما بيجازف يعني انه ينتج حاجه، الشركات بقت كده فمجازفه يعني، فبيقى الانتاج افراد اكثر. لكن ايوه لكن الغنوات بتحبطك، بتقول لك انت جيبي رعايه، فانت ما تمشي تفتشي رعايه وقصه يعني، بعدك بتقوم بتحبطي بتخلي الشغل يعني. في ناس غدو صامدين واصلين لسه. ايوه تمام شغل يدين. لا لا تمام يعني لانه في ناس كده عندهم ادوات بيستعملوها للقراصه ثاني. لا وانت كده تعلمتها. تعلمتي في كم سنه كده؟ وبعد والله كم ما كثير، بعد حاجة. كم حريقه وكم حاجه عشان اقدر يعني اقدر. يعني انا صراحه الله اداني سيره طيبانه شديد يعني، انا هسي قاعده معاها ممكن اكون في الكم سنه دي طبختها كلها بالمرات يعني. عرفتي؟ لكن صراحه تعلمت منها سريع يعني، عشان كده كنت متخوفه من تجربه العياده الطعمه. ما هي التجربة ناجحة، أنا شايفة على حسب ما شامة يعني وشايفة. ومساعدك نجيب الطبق كده مناسب يعني مع الجدورة والله. آه تمام. لا لا ظبطتيها كويس تمام. عندي مشكلة طبعا أنا. القراصة أنت مثلا تحسي إحنا قلبناها كده. فبقول لك شنو ما تخطيها بالقلبة. تشيليها كده تخطيها بوشها. أيوه. لأن الجهة الثانية بتكون مكعبرة شوية. أها. صح؟ عشان كده يعني هسه عزيزة عليها. لا لا انا بجاوب بوريك الجهه الثانيه شكلها ما حلو يعني، انت لو رفعتيها كده مثلا بنقوم بيشوف شايفه؟ شايف ما حلو الشكل. يلا انا دي كده مستاويه. انا طبعا بقوم اعملها كده وبقلبها ثاني وتلاقيها في الصحن. فنسيتي تقول لي ده شنو ما كده؟ كنتيها بوشها. فسبحان الله ما حصل سالتها ليه بوشها يعني شنو الفرق شنو؟ انا جاوبتك شكلها ما حلو، بهناك مكعبره شويه، نخليها شويه كده. هاي خليها تحمر شويه. الناس في ناس بيحبوها محمره، في ناس بيحبوها بيضاء، في ناس بيعوزوها مع انه يلا دي ما الخمسة بوصة بتاعت ال ايوه ده حاجة تضايق دي خمسة بوصة عرفتي كده يعني، وبعدين عريضة يعني قطعة واحدة بتاعت قراصة خلاص يعني. لا دي حقتكم من صلغنا هنا. دي حقة العيادة الطعم. ايوه تمام. عايز انت متحيرة هسي حتقلبي كيف صح؟ لا مشكلة عشان اقلبها لك لو هنا. انا كنت عاوزة اشغل عين ثانية عشان اخد التحلية ولا اخليها شوية اطلع لكم. والله ممكن ما ممكن ازيح الدمعة. ايوه لانه انتهت يعني، وناخد نعمل الحاجة التغيير اللي انت كنت عايزة تعمليها اللي هي المديدة. نحط الدمعة هنا والشيبس خلاص خلص، احنا هسه ماشيين كويس يعني، خلصنا اول باول. طيب اديكي حلة هاي للمديدة. جميل. بكون شي طويلة شوية ثاني. عايزاها المديدة تكون شايفة قلتي تكون مسحونة، معناها النوع اللي بتعمله مسحون ما حتاخد وقت كثير. وفي ناس بيعملوا المديدة هنا الحلبة صاحية. صاحيه ف بياكلوها صاحي، في ناس بياكلوها صاحي، في ناس ما بتحبوا ياكلوها صاحي. بنحط الحله والحاجه وتعالي نعمل شنو. الحله بيكون اذا عايزاه بسمنه ممكن، اذا عايزاه بزيت ممكن، في الاول زيت وبعدين في النهايه واحد ياخد سمنه حسب ما تقول. عايزين احنا هعمل لكم بسمنه. تمام شويه كده. أيوة ملعقه سمنه ملعقتين يعني ثلاثه معالق كده ونازل عشان ثلاثه صح. ما مشكله نخلي خليها تسخن شويه ولا بتخطي طوالي؟ لا بخطها طوالي خليها تعمل معاه ما مشكله. طبعا هطلع لكم عدتكم كلها برا. ما في مشكله ما في مشكله، على يد الطعم المطبخ حقك يعني، ياخذي راحتك خالص. هحط الحلبه حبه عشان ما تمرر. الحلبه حبه عشان ما تمرر. ايوه يعني بعدين ما ننسى الموضوع بتاع لا لا متابعينه. بشوف لك الجهه الثانيه ما بيوشها لسه. هتبقى شنو؟ طبعا انا عايزه اشوف اللون هيبقى شنو عشان ايوه بيبقى كده على احمر على ذهبي كده. خليها شويه هتبقى على ذهبي لحد ما الريحه شويه برضو تطلع تحت الحلبه. يلا عايزين لنا مويه. يلا في حاجه نجيب لك مويه. في حاجه مويه كتير عايزه ولا شويه يعني؟ ما جك كوبايه كده؟ لا 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 جك شاي كوبايه بتاعت مويه بيطفوا بقى يعني بس يعني. ايوه بعد تحمل تطفي بيها بيطفى بالموية وبيعملها. لسه ما اغطيها لكي؟ لا لسه شويه كده. تمام عندي الموية. والمكونات التانية شنو؟ طيب لحد ما هي أيوة تسخن شوية. هي طبعا حلبة سمنة او زيت موية حليب. في ناس بيحطوا فانيليا،
حسب النكهه اللي انت عايزاها. جميل. واللبن على حسب برضو الكميه وعلى بتاعت الحلف وعلى حسب الماء. أيوة. على حسب اللبن. يلا في ناس بيعملوها يعني بيكبوا دقيق. احنا هنا هنكب جستر. اها تمام، يعني كده فبيجت كل المكونات مغذيه. أيوة. طلعت ارميناك غراسه ثانيه عشان تعرفي بينا قلت لك انا حتى الماء بعرفه في الايادة الطعمه اتعلمته يعني. جميل. العصيده طيب نمشي شويه للعصيده. انت قلتي بتعمليها يعني. أيوة. جربتيها ونجحت معها. طيب في ناس بيعملوا العصيده السريعه دي بالزبادي. ايوه. وفي ناس الخمار كده. اه فانت من الناس يا توم، من الناس المستعجلين الممثلين السرعه سرعه ولا من الناس ال... انا الغريبه لما جربتها جربتها بدون اي حاجه، عجين عجنته في الماء وحطيته في النار، لكن عملت معاه زبادي حامض. اها يلا مع الناس الزبادي دي مع حقت الاستعجال قلت لك. اكلناها بيو يعني عرفتي؟ أه. فما وضح انها هي ما مخمره يعني. تمام. جميل كده. هترمي لنا كم قراصه كده لانه ولا الكميه دي الكيس بتاع الدقيق تقريبا كم يعني كم شخص كده مع الدمعه اللي انت جهزتيها؟ والله يعني بتكفيكم بتكفينا احنا كمان احنا ما شاء الله قطع. جميل. بتسافروا برا برا الخرطوم كثير يعني بحكم الشغل وكده، فمن ناحيه المطبخ عشان اسال الاكلات اذا هنا اذا برا الخرطوم او اذا برا برا السودان سافرتوا؟ اه. تبادل الثقافه بتاعت الاكل كيف عندكم؟ بيسالوك انتوا بتعملوا شنو اذا برا السودان؟ الاكلات اللي برا السودان اللي انت تعلمتيها وبقيتي تعمليها لما جيتي وكده، كلمينا على الحته دي. انا رمضان اللي فات كنت في القاهره. فكنا البواب لما نودي له عصيده وقراصه وكده بتكيف. جميل. ايوه بتكيف شديد. قراصه يعني. بيقول له العصيده تجربه غاصبه. لا اكلها والله عجبته. بجد فبقوم يقول لنا شنو يا مدام ما فيش اللي زي الكره دي اللي عامله زي الكره دي مش الكره دي عصيده. دي العصيده. تمام. فكانت بجد عجبته شديد يعني عرفتي؟ جميل. أقص الحلبة. أيوة. بعدين يعني كل ما كثرت المويه ما مشكلة نتحكم في الكستر بعدين. أي أنا عشان تكفيكم برضو. شايلة ليكم الهم الكاسة الليلة السعيدة الليلة معزومين في مطبخ العياد الطعمة مع عزة محمود. شايلة ليكم هم شديد. أيوة لازم. العزايم كيف الضيوف في البيت؟ طبعا أصحابكم ما شاء الله مشتركين طبعا بيكونوا كتار. أيوة. بتمشوا عزايم وبيجيكم ناس كتار. وبغض النظر عن المساعدين بتاعنك اللي قلتيهم جبالك والناس اللي بتستعيني بيهم، الحله لما تعمليها كده ما زي لما تعمليها جوز. أيوة. مثلا بتتصرفي كيف؟ قلت لك بغض النظر عن المساعدين عشان اشوف انت في الاختبارات يعني زي الاختبار الناجح اللي حسي انت فيه ده. والله يعني هي طبعا الاستعانه بالصديق دي يعني لازم. لكن هي يعني بتظبط ناسيبه وكده. ايوه ناسيبه وعلويه وكلهم ناس تعبانين معك غير تعبانين القصه بتاعت الشغل. بعدين علويه دي زوجها من الجزيره يعني احنا ناس عصيده يعني. ايوه يعني مثلا شنو العصيده ما في رمضان كل ما نشتهيها او بالاصح هو يشتهيها يوم جمعه احنا بنكون مبسوطين بناكلها يعني تحتفلوا معاهم. ايوه لازم. جميل. طوال من الناس اللي بيعزموا في ناس بيحبوا كده انه يعزموا. آه. في ناس مثلا حكم شغل الزوج انه بيجوه ضيوف كتار يعني. فكيف في الزنقات دي ولا بقدر الموقف بحكم نفس العمل وكده؟ انا والله بحب الجد يحب يجي ضيوف يعني. يعني بكون متكيفه كده من يجي ضيوف عرفتي يعني تحس انك ست بيت عايز تعمل كده يعني بعيدا عن الشغل. جميل جدا. انا شو عم بالريحه منها بتاعت الحلبة. تمام. الليلة حناكل حاجة مختلفة فهي مختلفة بتعملها في رمضان يعني عامة الناس بتعملها في غير رمضان يعني لما انت قلت لي الحلبة انا استغربت لانه الحاجة مختلفة يعني فهي حاجة مميزة طبعا في الاختلاف ذاته. بعدين كويسة في رمضان مغذية. بتعملوها حتى في البيت؟ ايوه بنعملها يعني في رمضان ومن غير رمضان. بنعملها. اي هي والدخان. ما بعملها. اه انا حاطه اللي بنعملها دي فبالتالي تعلمتيها يعني شفافين علمك لها عمرو. انا اوريك حاجه بالجد. انا تعلمتها امبارح رايك شو؟ عشان تعملها لينا ولا انا جد؟ لا والله انا اصلا ما عارفاكم عايزين تعملوها فقمت شنو
يعني لما عجبتني الفكره قلت خلاص اجي اطبقها لهم هنا، يعني الثانيه حتكون دي حتكون الثانيه؟ اي يعني انا شفتها امبارح بيعملوا فيها. الله يستر. لا لا بتجيكم حاجه. لا غايه من الريحه طاهر، وبعدين ريحه السمنه مع الحلبه مختلفه، يعني ما زي لما تحمر يكون بالزيت. بالزيت يعني. ايوه طبعا. مختلف يعني. طيب الصحه في مطبخ عزه محمود برضه. سألت جبالك انه هل انت بتنتبهي للاولاد والحاجات اللي بيحبوها من ناحيه صحيه؟ اذا تكلمنا عن السمنه والزيت كده. انا والله الصراحه بقللهم، بعدين هم ما عندهم قبلة كده يعني خاص السمنه كده ما خالص. ف في البيت لو احنا لازم انت براك لازم تقلل الاطفال ما زي الناس الكبار. حتى الناس الكبار ذات ما وصلوا مرحله معينه الحياه دي ما بتنفع معاهم كده يعني. فالحاجه لما تكون وسط كويسه. طيب يا عزه، طبعا بحكم شغلك المفروض الرشاقه مطلوبه يعني مع المطبخ وكده، فشويه المفروض تعملي كنترول. فكيف القصه بتاعت الاكل مع الرشاقه والرياضه يعني عزه محمود وكل الحاجات دي؟ احنا الدراما بتاعتنا ذات رياضه، حركه فيها كثيره. زي شغل البيت يعني بنقول كده. فشنو فالقوام ده والرشاوه والحياه دي غايته من الله ساي يعني، فهمتي؟ يعني انا والله قاعده احاول. عندك برنامج يعني معين تعمليه؟ لا. احنا هنقوم نشوف نخلي الحلبه هتكبي لها كستر. ايوه هعمل لها كستر. قدر شنو كده تقريبا؟ يعني معلقتين كده عشان يمسكوا. نحله بره كده في مويه. ايوه. بعدين عشان ما يكردن جوا. عشان ما يكردن، تمام. بدي لون ذاته يعني جميل زياده. أيوة. على اللون بتاع الحلبه هو اصلا يعني لونه جميل. ايوه بديها زي صفار كده. خلاص تمام، لحد ما عزه تكب علينا الكسترين هنشوف كل الحاجات اللي عملتها عزه محمود في مطبخ الايادي الطعمه، فوائدها الغذائيه، وهل عزه محمود محافظه على القيمه الغذائيه في الاكل والوجبات اللي عملتها دي؟ حنسال خبيره بالخصوص ده في الجزئيه القادمه من مطبخ الايادي الطعمه. انتظرونا. ورجعنا لكم، وزي ما قلت لكم في مطبخ عزه محمود، لكن حنسال عن الوجبات اللي عدتها لينا عزه محمود وفوائدها الغذائيه، وهل عزه محمود في مطبخها بتستعمل او بتخد في بالها القيمه الغذائيه في مطبخها. خلونا نرحب بفجر سراج الدين، نرحب بك اخصائيه تغذيه. اهلا وسهلا بك. اهلا بك. الله معك كريم عليك. الله اكبر. شفتي الوجبات اللي جهزتها لنا عزه محمود؟ يلا كلمينا. أيوة. عن وجبه بدينا بدمعه الدجاج، نتكلم عن الدجاج كقيمه غذائيه والدمعه نفسها. تمام. طيب عموما لو حبينا يعني الواحد يقيم الوجبه الغذائيه ككل او الصينيه كلها بمكوناتها، بنشوف عشان بنشوف اول حاجه التنوع الغذائي، اذا هي اخذت من كل العناصر الغذائيه كل المجموعات اللي هي النشويات. فدايما بنقول وجبتنا المفروض تكون فيها كميه من النشويات والخضار بالاضافه لمصدر للبروتين ومصدر للمصدر للفيتامينات اللي هي ممكن تكون الخضار والفواكه. فهي سي في الوجبه ظاهر لنا انها هي استخدمت اللحوم واستخدمت القراصه طبعا اللي هي فيها النشويات. فعموما التقييم الغذائي للوجبه بنلقى انها يعني ممتاز جدا لانها متنوعه وفيها كل العناصر الغذائيه اللي بنحتاج لها. فلو مسكنا من البدايه نشوف الدمعه اللي هي زي ما قلت الناس استعملت فيها اللحوم، بالاضافه للحوم طبعا وفرت لك البروتين الحيواني اللي هو البروتين عالي الجوده. كمان وفرت لنا اللحوم طبعا غنيه بالمعروفه انها غنيه بالحديد وغنيه بعناصر غذائيه بنقول عليها الاسينشال، العناصر المهمه شديد اللي ما موجوده غير في المصادر الحيوانيه. نعم جميل. ايوه. طيب السوداني هنا بيقولوا عايزين الدمعه بالذات او اي طبيخ يكون فيه الوش
معروفين ان كبيري كان عايزه كنا بنتكلم. ايوه برضو هي بتحب الوش لكن شنو على خفيف، ما الوش المبالغ في بتاعتها. أيوة. برضو نتكلم عن المدار بتاع الوش. أيوة. وش الاهي طبعا بقول لك وش الطبيخ ووش الملاح دي حاجه مهمه شديد عندنا في السودان هنا، لكن دي عاده غذائيه يعني بنقيمها انها خاطئه فما بنحبذها. يا ريت دائما انه يكون الوش طبعا بيجي من الدهون، ف بالذات الدهون المشبعة ودي حاجة هي تكون ضارة بالصحة أكثر ما إنها بتفيد. فدائما بننصح إنه ما يكون في كمية من الزيوت وكمية من الدهون الحيوانية إذا كانت أو نباتية بصورة كبيرة. فكل ما أي هو شكله جميل وطعمه جميل وأي حاجة، لكن برضو إحنا بناخد أهم حاجة الجانب الصحي، فدي بتكون الأهم دائما إنه أي ممكن أكل أكل جميل وطعمه حلو لكن ما يكون صحي. فلا احنا ما عايزين كده، عايزين دائما الاكل يكون صحي قبل ما يكون شكله جميل. طيب هي شالت الجلد بتاعت الدجاج برضه. أه. وهي قالت انه عشان الدهن ما يكون. أيوة. ما يكون كده برضه. ايوه دي حاجه ممتازه جدا يعني هي ما شاء الله عليها. عزة هي الليلة احنا ممكن اقول عليها ست بيت ست بيت يعني. ما هي حاجة ما شاء الله عليك. ريحة بس ريحة بلا حاكية هايته يعني من الريحة مرات بسحب. ايوة الجواب باي من عنوانه طبعا. طيب هي هسه بيكون في مدينة الحلبة. هي قالت انه مفروض هم بيشربوها شوية لينة ما قوية ما يكون فيها دقيق كتير، وبرضو عشان تكون فيها كستر والقيمة الغذائية كمان أكثر وفيها حليب. أيوة. السكر ما كتير شديد برضو. نتكلم عن السكر عن الكستر وإنه ما في دقيق كتير نشويات. وإذا طبعا بالعيادة الطعمة نزعت بقيت فيها التغذية برضو. ما شاء الله عليك تسلم. هي طبعا اسي اول حاجه انت بديتي ذكرتي انها هي سائله، وسائله دي حاجه كويسه شديد انها زاده يعني من جهه بتزيد الشهيه او بتفتح يعني زول لما يشرب حاجه سائله بكون اسهل له من يقعد يعني ياكل حاجه شويه غوامه تقيل حبه، فدي حاجه كويسه. الحاجه الثانيه لانه رمضان حاجه ثقيله بتتعب المعده. بتتعب ايوه فعلا بتتعب المعده، والدقيق الكثير زي ما قالت برضه بيتعب المعده فبكون ثقيل. فهي اسي خفيفه خفيفه على المعده، وبعدين ذاتها اسي هي قدمتها دافيه، دي حاجه كويسه شديد إنها تتقدم دافية، عشان كل ما كانت الحاجة اللي بتتأخذ أول دافية كل ما كان أريح للمعدة وأسهل لها إنها تتعامل مع الأكل الجفج هذا بعد صيام يوم طويل يعني. فأخذت معها الكاستر وهو ممتاز شديد، واخذت تقريبا زي اللي عرفت انه فيها فانيليا. فيها فانيليا يعني النكهه. أيوة. وقالت ممكن نستغير عن الفانيليا بيشنو. في اي نكهه يعني. أيوة. على حسب طبعا يعني. ايوه على حسب المذاق. هي الفانيليا جميله جدا وفي نكهات ثانيه جميله جدا برضو كثيره، لكن الورد في بالي انه للناس اللي بيحبوا الفانيليا انها برضو ممتازه من ناحيه غذائيه وفيها فيتامين بي. جميل. مجموعه فيتامين بي، واللي هي طبعا اسري ظهر مؤخرا ان بدوا يهتموا بها في مجال البشره والشعر والمجالات التجميل عموما. اضافه للطعم والريحه طبعا اللي هي تخصص هذا الطعم. اذا تكلمنا عن الحلبه في ناس هي بالنسبه لهم المطبخ ما بيخلو من الحلبه. أيوة. لانه بيستعملوها كعلاج. أيوة. نتكلم عن الحلبه كعلاج برضه. ايوه طبعا الحلبه كعلاج معروفه وماخذينها احنا السودانيين في ثقافتنا يعني. نعم. لو قرصتك نمله بقول لك بالحلبه يعني. اي نعم. فاذا كانت مسحونه اذا كانت في شكل حبوب اذا كانت فهي كويسه شديد للمعده او لبخه. طيب خارج النطاق بتاع. أيوة. التغذيه برضه. أيوة. اذا في حاجه حبونه وكده بيعملوها فعلا. ايوه فعلا الحاجه دي بتدعمل، وهي طبعا فيها حاجه بقول عليها مضادات الاكسده. وفيها يعني عناصر غذائيه جميله وكثيره بتفيد. ومضادات الاكسده دي بالمناسبه كل الاغذيه بتحتوي على مضادات الاكسده يعني بيقولوا انها بتحمي من خطر السرطان. ايوه فالزول بياخذها في نظامه الغذائي اليومي لازم تكون متوفره معه. فلقدام بتلقى انه الناس اللي بيستعمل الحاجات اللي فيها مضادات اكسده كثير. نعم. بيستعملوا الحاجات زي الحلبه مثلا كثير بتلقى انه نظامه الغذائي ماشي صح، تلقى انه ما شاء الله هم في سن اكبر وصحتهم افضل من ناس ثانيين ما بياخذوا الحاجات دي. جميل. انا شاكره لك يا فجر على الفقره المفيده دي، انا اكيد استفدت منها. وكمان عزه ما انه هي متبعه ما شاء الله الوسائل الغذائيه ومحافظه على التغذيه في مطبخها. الحين حنمشي نشوف عزة عملت شنو في المطبخ. لمسة كده أخيرة آخر جزئية من البرنامج. شكرا لك هنا في الجزء ده من الاستوديو. حنقوم حنمشي لهناك لعزة فاصل وحنرجع لمطبخ الأيادي الطعمة مع عزة محمود. تابعونا.
كده تكون اكتملت وجبة سيدة الطعمة عزة محمود وكاملة من كل النواحي، من ناحية غذائية، من ناحية شكل، من ناحية تنوع، من ناحية ريحة، من ناحية طعم. دي هنشوف يعني بعدين نديك العلامات في آخر بعد ما يأذن الأذان ونذوق الطعم إن شاء الله. فكمان برضو سخينا تاني كده أخيرة قلنا عشان تكون أيوة جميل. هنساعدك كده نكب نكب الدمعة نكفيها خلاص؟ إيه خلاص سخنت. نشوف عزة بعدين بتكب ذاته في فنون للهناية مش رجع عشان ما نرفع تكب بالشكل حيكون كيف وكده مع دمعة الدجاج. طبعا احنا هنكب في كله ممكن اساعدك برضه ممكن طيب في كل طبقة هنكب هنعمل جزء ايوه عشان التحت ما يتظلموا من الدجاج ايوه تمام كده الكمشة كده يعني في النهاية الشكل الأخير. جميل شاكرة جدا لك الأستاذة عزة محمود الليلة نورتينا وكانت وجبة متكاملة على حسب يعني كلام ناس فجر يعني والراسة بالدمعة والشيبس ومنيت الحلبة وكده عملنا لكم عصير بتاع مانجا خفيف كويس يعني انت حتى يعني هي حتى السوائل ما نسيتها واكيد ده عصير طبيعي عصير المانجا يعني هو عصير طبعا المانجا فاكهه ممتازه جدا وللجمال طبعا فبنسي انها فيها الفيتامينز اللي هي بتحسن البشره والشعر والحياه دي كلها. طيب في سؤال من زاد قال لك الاكل بتاكل احسن ساخن ولا احسن بارد؟ لانه سخنا في النهايه الدمعه كده فهو عنده ده رسالة يعني هاي. طبعا هو بما انه احنا في رمضان لو اتكلمنا عن الاكل الساخن بالذات انا يعني بنصح انه الصايم لما يبدا يفطر ويبدا بحاجه دافيه لانه المعده ما بتتحمل الحاجه البارده في اللحظه دي فكل ما جات حاجه ساخنه بتريحها وبتديها فرصه انها يعني كده تبدا تشتغل شغلها وتعرف انه في اكل لسه جاي فبيكون افضل انه يبدا بحاجه ساخنه. بعد ذاك الحاجه البارده بعد ما المعده تاخذ راحتها بعد ذاك هو يعني اي حاجه هو نفسه ياكلها او يعني مستحيه في اللحظه دي ممكن ياكلها عادي ما يتقل لك لا لا طبعا ما يتقل يعني زين. شكرا جدا لك فترة نورتينا اللي استفدنا منك كثير شكرا تسلمي تسلمي والله يعطيك العافيه. عزة محمود شكرا لإيد الطعمه يديهم العافيه وسعيده برضه انا كنت معاكم يعني ومع خبير العسل دي تسلمي الله يخليك الله يخليك شكرا جدا لك نورتينا الليله في الايادي الطعمه. شكرا لكم اعزائي المشاهدين وشكرا لكل الشباب اللي اشتغلوا معنا حلقه الليله من الايادي الطعمه. لحد ما نلاقيكم بكره وجبه جديده واخصائي تغذيه حيورينا فوائدها. اقول لكم كونوا بخير وبالهنا والشفاء الى اللقاء.